موقف واضح جدا. مصر لم تعترف في يوم من الايام بالجمهوريه بما يسمى الجمهوريه الصحراويه، ولم تعترف بيوم من الايام بجبهه البوليزاريو، ولم تعترف في يوم من الايام، وهذا استطيع ان اؤكده. اي بقى جزائري عمال ينشر لك في فيديوهات ويقول لك ان مصر اعترفت بالصحراء الغربيه، ومصر ضد مغربيه الصحراء، وضد الوحده الترابيه المغربيه، ومصر بتضرب البوليزاريو، الكلام ده كله اي حد ينشره لك ويوريه لك اعرف ان هو بيهري، ووري له الفيديو ده على طول، يعني حط له الفيديو ده على طول قدامه كده عشان يعرف ان اللي هو بيقوله احنا قافشينه وفاقسينه وعارفينه هو بيقول ايه كويس، وانه اي فيديو قديم هو نشره لك وحاول يوقع ما بيننا وما بين بعض، عرفوا ان مصر بلد ما بتقسمش دول الاشقاء، عرفوا كده كويس. نكمل. موقف المصري من هذه القضية واضح وأعلنه السيد وزير الخارجية في زيارته للمغرب في 2015، أكد على التزام مصر بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبالحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن حول المشروع المغربي للحكم الذاتي، والترحيب بالجهد المغربي الجاد ذو المصداقية لدفع العملية قدما للحل. هذا هو الموقف الرسمي المصري، وهذا هو الموقف المصري بصفة عامة، وليس موقفا رسميا لمجرد الاستهلاك. أنا بحاول أسخن المصريين بقالي أسبوع، الموضوع فشل خالص مش هينفع. طب استأذن أنا بقى عشان شكلي بقى وحش قوي. شكلك بقى وحش وهيفضل وحش، لأنك مش هتعرف توقع ما بين المصريين والمغاربة، لأن جمهورية مصر العربية دولة لا تتدخل من أجل تقسيم أراضي الأشقاء، ما بتعملش كده مصر الحقيقة. وإنك أنت أولت مصر كلام وحاولت تروج إن مصر ضد المغرب وإن مصر بتعمل وبتعمل، مصر ما بتعملش حاجة، ومصر دولة بتحترم سيادة الدول على أراضيها، وقلنا ده كتير، ودي تصريحات أهي من مسؤول. زي ما أنت جبت فيديوهات قديمة، أنا جبت لك فيديو سابق لمسؤولين مصريين بيقولوا ده، وان دول عمرهم ما يقولوا كده من غير سياسة الدولة، لا دي سياسة الدولة العليا دي مصر. فما تقولش مصر كلام، وده اللي كنت بقوله لكم امبارح، انه في ناس هتحاول انها تقول مصر كلام وتقول لك مصر بتخطط ومصر عايزه. حضرتك زي ما قلت لك ما تاخدش اي تصريحات على مصر من تيك توك ولا من انستغرام ولا من واحد على الفيسبوك، لانه ده ايام الثوره اللي اتعملت عندنا دي المنيله اللي خربت البلد، ايامها كان نفس الاسلوب بيحصل، يقعدوا يوقعوا ما بين المصريين وبعض بالسوشيال ميديا والحاجات دي. تاخد تصريحاتك او تاخد التصريحات اللي انت تصدقها من المسؤولين المصريين لما تلاقي مسؤول مصري بيتكلم قدامك، غير كده ما تاخدش تصريحات. مصر شقيقه للمملكه المغربيه، واي حد يحاول يوقع ما بيننا وبين بعض هيفشل. وده الفيديو ده مهم جدا عشان نرد بيه من غير بقى ما نتكلم كتير ونقعد نهري ونقعد نقول اصل انتوا عملتوا وانتوا، من غير ما نعمل كده خالص. الفيديو ده مهم جدا عشان نرد بيه على الناس اياهم اللي بيحاولوا يوقعوا بينا. طب تعال نشوف ضابط شرطه ازاي تعامل مع يوتيوبر او بلوجر مغربي في مصر. ها صور وجهك. صور وجهك. ايه صور وجهك. مغرب. 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 لونك. الحمد لله. الحمد لله. في الكاميرا. لا في الكاميرا. اسخن المغاربه. اهلا بس على المغاربه. شكرا الله يحفظك. انت صعيدي؟ مصري. مصري ولكن من اي منطقه؟ القاهره. القاهره. هنا الشرطه المصريه نادوا عليه قالوا له بتصور ايه، عشان هم اكيد سمعوا ان في ناس بتقول انه ممنوع التصوير في مصر، من اصحابي المغاربه جم وصورنا مع بعض. انت بس ما تصورش نقطه امنيه بس كده. فالراجل الشرطي بيقول له انت بتصور ايه؟ قال له بصور وشي. راح قال له طب تعالى، وراح متصور معاه ومهزر معاه وضحك معاه. ولما قال له انه من المغرب اول حاجه ساله انت منين؟ قال له من المغرب. فقال له شلونك؟ هو بيتكلم بلهجه ثانيه. وبعدين طلع انه في الاخر هذا الشرطي المحترم من اصول يعني ابوه تقريبا او حد في عيلته سعودي، ونص مصري نص سعودي يعني. فقال له عشان كده انا كلمتني باللهجه دي، وتعامل معاه بمنتهى الادب والحب، خاصه لما عرف انه مغربي. وعلى فكره اي اجنبي بيجي مصر الشرطه بتتعامل معاه بمنتهى الادب، عمرك ما هتلاقي شرطي بيتعامل معاك وحش وانت ضيف عندنا، مفيش الكلام ده خالص. فالمهم انه لما عرف انه مغربي ضحك وهزر معاه وتصور معاه، ولسه شوفوا الباقي. مولود بمصر. اوكي. شلونك؟ شو اخبارك؟ شو تسوي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعاون. سلامة. تخيلوا بقى حتى البوليس ما عندهمش مشكلة في التصوير. اتصوروا معاه عادي جدا كلهم كمان وسلموا عليه، والموضوع مشي بسلاسه تامه، ما حدش قال له انت بتصور ايه؟ ما تصورناش، مفيش الكلام ده، ان في ناس بعض الناس بتروج لده، انت بس ما تصورش حاجه امنيه او ممنوع فيها التصوير بس كده، وده على فكره موجود في اي دوله في العالم. بصراحه انا بشكر اخويا المغربي اللي عمل هذا الفيديو، لانه اظهر جانب جيد جدا في مصر، وشكرا انه بيظهر الجانب الجيد ده، لانه في بعض الناس
بتحاول تشوه صورة مصر، لكن المغاربة دايما زينا كده. أما بروح المملكة المغربية دايما دايما، أولا الشرطة في المغرب بتعملني أحسن معاملة، منهم أصحابي كتير جدا ضباط شرطة مغاربة أصحابي، وبدخل من أول ما بدخل المطار هما بيسلموا عليا ويضحكوا معايا ويهزروا معايا، وناس في منتهى الرقي. نفس الكلام أخويا المغربي لقاه في مصر مع أفراد الشرطة، شكرا إنه بيظهر الجانب الجيد، بشكره على ده جدا وبوجه له التحية وبشكره، هو مرحب بيه في مصر أكيد على رأسنا من فوق. أي أخ مغربي نورنا في مصر. وهو ده بقى، هي دي الصورة اللي ما بين المغاربة والمصريين، انه افراد الشرطة اللي بعض الناس بتحاول تقولك انه انت لو نزلت مصر هتلاقي الشرطي ده انسان سيء، هو مش سيء، لان اصحابي ضباط شرطة هنا في مصر وناس كويسين ولاد ناس وزينا كده، بالعكس هم دورهم ان هم يأمنوا البلد ويأمنوك انت شخصيا. فالراجل هزر معاه وضحك معاه وتصور معاه، لو ممنوع التصوير ما كانش تصور معاه، هي دي الفكرة كلها، انه المهم انت بتصور ايه بس كده. فالامور جميلة جدا ما بين المصريين والمغاربة، وبشكر اخويا المغربي مره اخرى على اظهار الجانب الجيد في مصر، لانه اكيد هو قابل سلبيات ولكن هو بيظهر الجانب الجيد. ممكن واحد يدخل مصر زي ما واحد عمل قبل كده من كوكب لالا، دخل قال لك بص البيوت عامله ازاي، طب ما في مدن عملاقه، اشمعنى ما صورتهاش، صورت البيوت العشوائيه اللي ان شاء الله تدريجيا مصر بتغيرها. ده الفرق، ده فرق الثقافات ما بين الشعب المغربي وشعوب اخرى. وانا كمان لما بروح المملكه المغربيه الحقيقه اني اتكلمت دايما على نظافه الشوارع في المغرب والمميزات اللي في المملكه المغربيه، وحتى لو في حاجه في المغرب احسن من عندي بقول انه يا جماعه ده في المغرب افضل من مصر، ده في المغرب يا ريت ان احنا نعمل زي ده، مثلا مشروع القمامه انه ما فيش زباله في الشارع، دي حاجه جميله جدا بطلب من مصر ان احنا نشتغل عليها وما يبقاش في مصريين بيرموا زباله في الشارع، ومصر بتعمل حملات في التلفزيون ضد ده. المهم اني بشكر اخويا المغربي، وانه دايما الحب موجود ما بين الشعب المصري والشعب المغربي، سواء على عامة الشعب، سواء على أفراد الشرطة، سواء على قيادات، إحنا دايما في علاقة جيدة، وإحنا بلدين منتجين وعندنا حضارة وتاريخ وآثار عظيمة، وإقليميا من أهم بلاد العالم وإفريقيا. في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لكم جميعا، وأنا كان بغيكم بالزاف، حفظ الله مصر وحفظ الله المغرب، وكالعادة لنا الله في كوكب لالا. أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا أسد الأطلس، أنا مالك الصحراء وسيدها، أنا قلب الأسد. هنا اكتشفت أول مجوهرات في التاريخ، هنا شيدت أقدم جامعة بالعالم، أنا مبدع القفطان ومبتكر الزليج، أنا من كسرت شوكة العثمانيين، أنا تاريخ كبير، أنا القوي العتيد، أنا القريب والبعيد، أنا الكرم والجود، أنا الأحمر والنجمة الخضراء، أنا المغرب.